السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبنا؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في يوميات ام زياد. طبعا اتاخرنا عليكم كتير، بس معلش اعذرونا، كان عندنا شويه حاجات كده بقى في البيت بنخلصهم علشان مشوار السفر اللي احنا رايحينه دلوقتي. ان شاء الله باذن الله تعالى كده ربنا ييسر امرنا عنده. احنا خارجين كده وربنا واحد سبحانه وتعالى يعلم. احنا خارجين رايحين عند محمود اخويا اسكندريه. طبعا انتوا عارفين ان سحر خلاص على وشك تولد في اي وقت، فاحنا قلنا لازم نبقى جنبها. ظروف الولاده ربنا يقومها بالسلامه. ربنا يقومها في السلامه. انزلوا في الكومنتات قولوا ربنا يقومك بالسلامه يا سحر، ويجعل لك ساعه سهله ان شاء الله انت وكل اللي زيك. وينتظرونا بقى في الطريق. الاولاد دلوقتي بتلبس هتخلص وهنتحرك يعني على طول في طريقنا اسكندريه. انتظرونا. طبعا احنا قلنا بقى ايه، ناكل لقمه كده قبل ما نركب الاسكندريه علشان كنا لسه ما كناش. فبقى ايه، جبنا بقى كفته وفراخ مشويه، وقلنا ندلع نفسنا كده. ايه، انتوا عارفين ان الطريق بيبقى طويل قوي، رفع بقى عن الولاد كده بقى في اليوم اللي احنا رايحين فيه المحمود وصاحب كده قلنا ناخدها كده ايه واحنا ماشيين في الطريق كده زي فسحه كده، بحيث ان احنا ايه ما نقولش ان الطريق طويل وممل، فقلنا ايه ننبسط كده. فالاولاد الحمد لله كانت مبسوطه ومية مية. لا بس الاولاد مبسوطين اول المحل اللي احنا دخلناه ده كده. لا بس انا زعلت بعد ما كنا محمد قال للجرسون، قال له هات لنا قهوه، مش لازم يعني نروح نقعد على كافيه وكده، احنا ايه نشرب قهوه عشان دماغنا ما تصدعش. فيوسف بيعدي راح دلق القهوه كلها على هدومي، تتخيلوا كان شكلي زباله. ده بهدلنا خالص والله. لا انا اللي اتبهدلت. احنا خلاص اهو في الطريق. مسايا بتسلم عليكم. حط اللايك. حط اللايك. طبعا معانا سيمبا يعرفنا، ضيف جديد معانا، وزياد منير اهو. ابو زياد. نعم. تحب تقول حاجة؟ نوصل بسلامة إن شاء الله بإذن الله تعالى. أحلى حاجة إن طريق اسكندرية ما شاء الله طريق نظيف جدا وجميل، وإحنا بنركب من الطريق الصحراوي. أما هو ما شاء الله الطريق حتى كمان بقى فيه مزارع كتيرة، وبقى تحس إن هو زي الزراعة كده بالظبط كده، الأراضي المزروعة فيه كتير. بيتهيألي إن الطريق ده أسهل من الطريق التاني اللي هو الزراعي. هو ده أسهل. هو ده أقرب يعني. ده أسرع. في اختصارات. في اختصارات، بس هو التاني بقى روحه حلو عشان ايه يعني. طبعا في كافيتريات كتير وحاجات زي كده. على فكره احنا هنا ركبنا اتوبيس من الموقف بتاع المرج النفر لاسكندريه ب 60 جنيه، مش غالي خالص. احنا كنا هنروح في اوبر، بس ايه الاوبر يعني ودنا لغايه المرج، وبعد كده حصلت شويه كلام فقلنا خلاص هنكمل بالعربيه دي. بس مكيفه وجميله وحد يعني محترم يعني، وعربية كويسة. فأنا بقول الكلمتين دول اللي حابب يروح اسكندرية صيف أو أي حاجة. لا أوبر دلوقتي بقى له ميباص بيروح اسكندرية. لا مش بتكلم على الأوبر، أنا بتكلم على دي عربيات بالأجر. الأجر ب 60 جنيه النفر. أنا بتكلم في كده، مش بتكلم على أوبر. أوبر ده حاجة تانية، إحنا عارفين، هم أكيد عارفين إن في ميباص وحاجات تانية. بس في أماكن صحراوية زي ده، وفي أماكن فيها زرقاء كده وبتاع، لحد ما عمر الطريق ما شاء الله يعني حلو يعني، مبقاش ممل يعني. كان الاول الطريق الصحراوي ده اللي سافر عليه يحس بملل قاطع خالص، انما هو ما شاء الله دلوقتي بقى في حاجات مناطق. لا لا لا، الطريق سهل وجميل وشوارع نظيفه. والله اسكندريه دي جميله. انا شكلي ان انا هعمر، انا قلت لك هعمر في اسكندريه، انت مش مصدقني. يا عروس البحر الابيض المتوسط. انا كده طبعا وصلت اسكندريه، انا بسجل لكم صوت عشان خاطر كان في وش جدا وفي اغاني شغاله في الطريق، فما كانش ينفع ان انا اسيب ده كله، كنت انتوا هتزهقوا وهتخرجوا من الفيديو. فانا بقى علشان كده اشرح لكم كل حاجه قلت اسجل لكم صوت. شفتوا جمال اسكندريه بقى؟ ما شاء الله ما شاء الله، حاجه تفرح. الله الله، ليه حق محمود اخويا يقعد في اسكندريه ويحبها. ده كفايه بس البحر كده تطل عليه بس وانت ماشي كده، ما شاء الله حاجه جميله. واهلها طبعا ناس محترمه ومية مية، وبيحبوني وبحبهم، ربنا يخليهم لينا ناس ويفضلوا منورينا كده دايما عندنا في القناه. اسكندريه ما شاء الله مشهوره بالجدعانه يعني، ما شاء الله الله اكبر يعني. لا احلى ناس، المحافظات اللي هي ايه جدعان جدعان يعني ما شاء الله. انا كده يعتبر خلاص قربت على محمود. عصير كده الجو كان حر جدا، والاولاد تعبت وفرهدت لان احنا ماشيين في عز الحر، فاحنا واقفين عند بتاع العصير الاولاد علشان خاطر الدوره الدمويه بقى. يلا حلو. بقى علشان نروح عند محمود. يلا بينا يا ابو زياد. يلا بينا. يلا بينا. ايه ما احنا نروح انت. هو انا اقول لك على حاجه كده تصدقني؟
والحمد لله حبيبنا وصلنا عند محمود حبيبي ربنا يبارك فيه وامه انجي بخير ان شاء الله ربنا باذن الله تعالى. صحيح المشوار صعب شويه النهارده كان الجو حر, احنا ربنا يشكر فضله. لا وايه احنا خرجنا كمان في عز الحرب بفضل ربنا تعالى ودعواتكم لينا, وصلنا بسلامه الحمد لله رب العالمين واحلى صباح الله اكبر. يا جماعه من ايه رب كنا بخير وشمسني يا عمتي يا عسل اكرومه سلم يا يا روحوا حطوا لايك قول عسل يا جميل يا جميل. ازيكم يا جماعه عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. جبت لكم سحريات علشان تطمنوا عليها ونقولها بقى ايه ربنا ينتهى بالسلام. انا جيت لها اهو في اي وقت يعني هيجي لها الطلب كده تلاقوني طالعه بتكلم على طول بقول لكم ما اخبيش عليكم حاجه. انا اللي هولد ازيكم عاملين ايه الاول. انا اللي هولد قبل صحر عشان انا اللي بطبخ ولا اللي بمزح ولا اللي بكنس. طبعا المذيعة حبيبتي جت نقذتني الحمد لله ربنا عالم بيا. لا وبقول لمحمود احلى ادانك بيقول لي لا لما صحر تولد اداني مالها ومال الولاده احلى ادان ولا سيبها هما اللي يقول. لا احلى انا فاضي اهرش يا عم. لا ما انا جبتها هو يعني مش هتعمل حاجه تاني. لا احلى يا سحر ولا سيبها لو قلتي لي هعملوه في الوقت ولا حاجه احلى ولا سيبها. لا احلى احلى ولا سيبها. لا احلى احلى ولا سيبها. لا بيقول لي سيبها اسمع كلام مين بقى. اسال الكبار مش تسال اللي لسه يتولد. دورتونا بزياده انت وبزياده الله يبارك لك يا ربنا يقومها بالسلامه. انا اصلا اول ما جيت اسكندريه لقيت ايه اسكندريه منوره, فانا عارفه ان هي منوره عشان محمود اخويا فيها لا ومنوره باهلها برضه ما تزعليش منها الاسكندرانيه. منوره بقى لا ده اخواتي. انا اصلا بحب اسكندريه عشان كده عملت اسكندريه جميله انا حبيت اسكندريه. وفي مفاجاه بقى هيعرفوها بعدين ده مفاجات ان شاء الله. يعني يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس عشان اي جديد ينزل ان شاء الله. وطبعا حبايبنا طبعا حبايبنا للاسف يعني الشديد ان انا هضطر صار تعبان اعمل لهم حاجه على السريع كده. فتعالوا بقى عندي في القناه شوف انا هعمل لهم ايه. انا اللي هطبخ بيدي النهارده زي كل يوم. مش هياكل ربنا يستر يا جماعه. مش هياكل يعني اكتبوا لي كده في الكومنتات رقم الاسعاف كام. 123 طب ابو زياد هو مشيت اكلت من ايدي قبل كده يا ابو زياد؟ باشا ده زي الفول صح ولا لا؟ في حد فوق الرجاله في الطبيعي انا عارف. طب ايه رايك بقى انا اللي هعمل اكل انا وابو زياد؟ ايه رايك بقى؟ هتشوف يعني لو انا اقول رايي قولي ضمننا ان احنا صراحه ما بتعرفش تعمل اكل يتاكل. ما تقوليش اعمل يا انجي ولا ما اعملش؟ اعمل يا اكرم ولا ما اعملش؟ ما اعملش اعمل يا باسه ولا ما اعملش؟ اكرم كده بيقول اخر جمله. والله يا جماعه بصوا انا عايز اوريكم حاجه. يعني بصوا احنا كنا خلاص ناويين ننقل ومجهزين حاجتنا هيت, بس طبعا للاسف صحر تعبت فجاه فمعرفناش ايه نكمل بس صح صباح معايا بقى ايه تنكزني. انا جيت لك اهو جاهزه عشان احنا خلاص رايحين الشقه. ماشي ربنا يوسع عليك يا رب ويجعلها كده ادم مستعد. ماشي يلا بقى خدي بقى ايه شوف هتقولي لحبايبك ايه ولا هتكملي الفيديو ولا لا. لا ده ابو زياد الكبير بقى هو اللي يقول الكبير بتقولي ما تعملش. ما تنسوش كده يا رب من دعواتكم لينا كده ان شاء الله باذن الله تعالى ويقوم منجي بالخير بالسلامه كده باذن الله تعالى ويبارك محمود ويوسع عليه. هي هيتيها ويخلصنا هي بتيجي قدام الكاميرا بتضحك. لا هي بتحب تبسط الناس ازاي يعني دي كده مفترض خلاص اصلا يندم جايبه اخر خالص. طبعا حبايبنا كلهم ادعوا لصحر في التعليقات وتعالوا بقى شويه ابو زياد هنعمل لهم اكل ايه. والنبي شوفوا انتوا عايزين ايه وانا اعمل لكم. والنبي احنا مش والنبي معانا واحده حامل قرب التولد. انت بتعرف تعمل ملوخيه؟ اه يا ما عملت ملوخيه. ده لا حاجه من نهايتها يا جماعه. احلى اكل من ايد محمود ومن ايد ابو زياد. ده انا اكلت من ايد كتير. طلب واحد تعدي المواعين بعد ما تخلص. لا بسيطة سهلة بسيطة. ماشي يلا بينا. بس ما حدش يجي يقول لي ساعدينا بقى. لا مش هنساعد انا كفاية عليا المواعين مش عايزين منكم حاجة. يا عم زياد برضه انت الخير والبركة يعني انت هتدبسينا يعني ما انت معانا وانت ما بتصدق يا عم. رأيهم في الأكل لو وحش نقول وحش حلوة. لا لو وحش يلعب هم المواعين بس كده. لو حلو ممكن الملاكي حلو دول وحش. لا احنا دي لا سحر داخله على اولادها مش هتكذب. هي دلوقتي في ايام ما بتنفعش تكذب فيها. ماشي يلا يا جماعه بقى اشوف وشكم على خير ان شاء الله. وزي ما قلنا لكم دعوا لسحر يلا بس جاي.
ربنا يستر. تابعونا بقى على يوميات يوميات ابو يوميات محمود وسهر، والانستجرام يوميات محمود وسهر برضو، وهتشوفوا بقى حاجات ضرب نار، وهتشوفوا طبخ ابو زياد ومحمود و يلا يلا يلا. رقم الإسعاف كام؟ بوش.